هلا وغلا، معكم محمد سيف الريامي، وانا شفت فيلم لودو على قناة النتفليكس. فيلم لودو هي مبنية على لعبة اللودو نفسها، اللعبة التي تعتمد على رمي النرد، واللعبة بين شخصين، والشخصين هم يأكلون الأشخاص اللي عندهم، يعني اللعبة اللي معاهم، فيرجعها لبداية الأصل أو بداية المكان نفسه. فهذه هي خاصية اللعبة، اللي هي أصلها لعبة هندية كانت يسمونها الباتشيسي، وهذه اللعبة كانت موجودة من زمان على الألواح الخشبية أو غيرها، وكان ممكن يلعبها 5 أشخاص. طبعا الغرض الأساسي من هذا الفيلم للمخرج اللي هو أنوراغ باسو وكاتب السيناريو أيضا، هو الغرض أنه يريد يوريك قصص مختلفة تعتمد على نفس طريقة لعبة اللودو، بحيث أن كل واحد وين ممكن يوصل في النهاية، وهل راح يرجع للبداية، وهل راح يأكل حد من الثاني، يعني حد يأخذ حياة الثاني من الشخص الثاني. هذه هي الفكرة اللي طالعة من هذه اللعبة على هذا الفيلم. طبعا الفيلم أصلا فيلم فانتازي، فيلم يعتمد على الكوميديا السوداء، بعيد كل البعد عن الموضوع المنطقية أو موضوع أن في شيء جاد وهذا الشيء نحن نشوفه في الحياة بالضبط. لا، مو بشرط أساسي. أي نعم، المرأة، الحياة، المجتمع موجودة في هذا العمل، من حيث التضحيات، من حيث المحبة، من حيث الغدر والخيانة والمافيا، الطمع والجشع، هذه كلها موجودة في هذه القصص اللي هي تقريبا 4 قصص رئيسية. كل قصة بحد ذاتها تقدر تقول عليها مترابطة في نوع ما مع القصص الأخرى، والجميل في هذا العمل أنك أنت راح تحصل الربط في حدث ما مع الشخص الثاني. يعني أنوراغ باسو قبل عمل فيلم لايف ان مترو، ولايف ان مترو كان ممكن قل ما تشاهد هذه الأشياء كان فيها، لكن العمل كونه كان جميل. أكثر الأعمال الهندية التي تنبني على قصص متفرقة ما تحصل فيها ترابط، بس في هذا العمل في ترابط، وأعتقد أكثر الترابط اللي كان ترابط له منطق وله ربط صحيح، وليس فقط موجود بطريقة عشوائية وللإقحام. قصص المختلفة اللي موجودة في هذا العمل، مثلا قصة أبيشيك باتشان اللي هو يفتقد زوجته من بعد ما انسجن، ويرجع يحصلها تتزوج شخص ثاني ويربي بنته. والقصة الأخرى اللي هي قصة راجكومار راو الذي يعشق فاطمة سناشيخ من أيام الطفولة، وهي أصلا كانت تحب الفنان ميتن شكربورتي، وهو يعشق الفنان أميتاب باتشان، لكن بالرغم من ذلك يضحي بهذا الإعجاب وبهذا الحب، ويحول نفسه يقلد مثل شكربتي، لكن بالرغم من ذلك يتزوج شخص ثاني، لكن الزواج هذا لم ينجح وتطلب منه مساعدة. القصة الثالثة هي قصة أديتا راي كابور مع سانيا مالهوترا اللي تحصل بينهما حالة إعجاب، وهذه الحالة إعجاب تسير بينهما علاقة غير شرعية، لكن هي ما تريد تتزوج هذا الشخص، لأن هي قاعد تبني نفسها منذ طفولتها أن هي تتزوج شخص أمير وسيم وتعيش حياة زوجية طبيعية، لكن هذا الشيء اللي بينهم يتحول إلى مشكلة، إلى وهو حد فيهم يصورهم أثناء حاجة مخلة، وهم يريدون يبحثون عن مكان التصوير على أساس أن يلغون هذا الشيء من الأونلاين. والقصة الأخيرة هي قصة شخص يشتغل في بول، نوعا ما يعني عادي الهيئة وبسيط جدا، وتحصل فاجعة ومصيبة يدخل فيها مع العصابة، يتعرف على ممرضة بصدفة ما، وهذه الممرضة لا تتحدث اللغة الإنجليزية، هي جاية من كيرلا، ويحدث بينهما العشق والمحبة، ومن بعدها يصبحون أغنياء. الطرف الموجود في هذا العمل اللي حركهم كلهم هو الشخص الموجود في المافيا الذي يلعب الفنان الكبير بانكاج تريباتي. أنا قلت لكم هذا الفيلم من البداية أنه هو فيلم يعتمد على الكوميديا السوداء، ويعتمد على الفانتازيا. أنوراغ باسو لو شفتوا أعماله السابقة مثل فيلم برفي أو فيلم جاكا جاسوس وكذلك لايف ان مترو، يعتمد على الصورة البصرية ويعتمد على اللوحة الفنية اللي موجودة عنده، بحيث أنك أنت يوم تشوف هذا العمل تتأكد أن هذا العمل معمول بين مخيلة المخرج نفسه، بحيث أنه هو يمزج لك الأحداث بشكل موجود على ستوري بورد، وستوري بورد المرسوم على اللوحة
نزلها على الشاشة، فعشان كذي راح تشوف صور بصرية جميلة، راح تشوف أماكن ممكن ما تحصلها في أفلام ثانية، تحس نقاوة الصورة فيها موجودة بسبب التخيل اللي موجود عن أنوراغ باسو. وهو هذا الفيلم أنا كنت أتمنى أنه يكون معروض في السينما، للأسف أن الفيلم انعرض في الشاشات الصغيرة، وأصلا الفيلم كان معمول للسينما. أي نعم، أنت بتشوف الفيلم راح تشوف فيه أحداث يتكلمون عن كورونا، يتكلمون يدخلون لقطة من اللقطات الموجود فيها أنوراغ باسو في البداية، أنه يتكلم عن لعبة النرد ولعبة اللودو، هذه كلها أعتقد كانت مصورة حديثا على أساس أن تحسنا في ربط ما بينها وما بين الأحداث القديمة، على أساس أن الفيلم ينعرض في نتفليكس. الفيلم يعيبه هو الأدوار الرئيسية، الشخصيات الرئيسية في هذا الفيلم كثيرة جدا، لدرجة أن في بعض الشخصيات تضيع بسبب هذا الموضوع. أنا أعتبر هذا كان مش عدل في الكتابة، وهو تقصير نوعا ما بسبب مدة الفيلم. أي نعم مدة الفيلم طويلة، ساعتين وكم دقيقة، لكن بالرغم من ذلك هذه النوع من الفيلم تحتاج أنها تكون بمدة أكثر، وعلى الأقل تكون أدوار الفنانين الموجودة فيها مهمة، مثل دور أبيشيك باتشان في هذا العمل، هو استخدم إكسبريشن واحد وهذا الشيء لم يساند الفيلم. وكذلك قصته تحس أن شفناها في أعمال كثيرة، في أفلام ثانية من قصة أخرى، قصة الأب مع البنت. أي نعم الغموض الأخير كان جيد، كانت نوعا ما أعتبرها قصة ضعيفة. والقصة أيضا اللي هي قصة أديتا راي كابور وساني مالهوترا، مع أن تحس أنهم في الهرم الأول في الشخصيات الرئيسية، عندهم أشياء كثيرة يقدمونها، لكن أيضا حسيت بضعفها، لأن أنا هالأمور الرومانسية شفتها وايد في أفلام كثيرة، وليست هي بحاجة ممكن تقول عليها مبتكرة جديدة على أساس أني أنا أقدر أتماشى معها. القصة اللي أنا اندمجت معها وايد قصة الشخصيات الرئيسية الجديدة اللي هو يمثلها راعي الشغال في المول والممرضة، هذه أنا عجبتني كثير. ليش؟ إن فيها غموض وفيها مغامرة، وعندما يحصلون على المبلغ شو يصير لهم، ومطاردة طبعا بنكج ترباتي معهم، وكذلك قصة راجكومار راو وقصة فاطمة شيخ، قصة الحب اللي في بينهم اللي هو من طرف واحد، تحس أي نعم شفناها مع شاروخ خان في أفلام كثيرة، شفناها في أمور في أفلام أخرى، لكن الجمالية فيها أن أداء راجكومار راو محلي هذا الجو العام لهذه القصة، وكذلك أداء فاطمة صنع الشيخ. الفنان الذي أبدع كثيرا في هذا العمل هو بنكج ترباتي، مثل ما قلت لكم في بعد مشاهدتي لهذا العمل. ليش بنكج ترباتي هو المبدع في هذا العمل؟ لأنه أعطوه أول شيء مساحات كبيرة، بحيث أنه هو يترابط مع كل القصة، تحصله هو مربط الفرس لكل قصة رئيسية في هذا العمل، ومتواجد في كل ساحة. وأيضا الكوميديا السوداء أكثر شيء تلعب دورها كبير مع هذا الفنان، أداء طبعا السهل الممتنع معروف منكش ترباتي، وفي هذا العمل أدى ما عليه بشكل جيد جدا. أنا أشوف أنوراغ باسو عمل فيلم مغاير جدا عن السينما الهندية، ويستحق أنه يكون من الأفلام الجيدة لهذا العام، وما بقل تقييم عن الأربعة أو عن طريق ثلاثة أو ثلاثة ونص، لكن أنا بدوري على أساس أنه في بعض الأدوار انظلمت، مثل أبيشيك باتشان ومثل أديتا راي كابور وساني مالهوترا. أنا أعتبر هذا الفيلم 3.5 من 5، يستحق هذا العمل.